مرحبا، معكم غيدة مرزوق. اليوم أنا فعلا بيسرني جدا أنه يكون معي شخص ابن فنان كبير، ابن عظيم. إنما أيضا لما بيكون شخص مثل ما بنقول فرخ البط عوام، هو بيكون عن جد عوام وأكثر. فعلا بنكون عم نفتخر فيه أكثر، لأنه مش بس كفى مسيرة بيه إنما أيضا أبدع فيها، وهذا الشيء كتير حلو لأنه اشتغل على طريقته. بين الردى وعيوني بندقية، والذي يعرف ردى ينحني ويصلي لإله في العيون العسلي. بين الردى وعيوني بندقية، والذي يعرف رد ينحني ويصلي لإله في العيون العسلي. يوم معي الفنان الكبير رامي خليفي. أهلا وسهلا فيك رامي. مرحبا، أهلا. اهلا فيك. فعلا انا اليوم كثير سعيده مثل ما عم بقول لك، لانه انا عن جد يعني حضرتك مره بس كنت الى جانب والدك بركي من شي 6 سنين تقريبا، وقتها ببيروت بالبترون يمكن بتصور بالكونسرت، بس مش يعني كنت وقتها بس كنت بس هيك يعني تحت جناح بيك كنت بعدك. بس هالمره لما بنشوف هالشخص اللي عن جد اشتغلت على حالك بين دراسه وبين شغلك حتى تكون انت كمان منتج لحالك، يعني كمان تقدر تعمل اغانيك انت الخاصه وتعمل كمان هالالحان الحلوه كثير على المسرح، وكمان الشغل الرائع اللي امبارح طيرنا عائلتنا كلنا بالبيانو على المسرح. نحن عم نحضرك بموريال، كنا فعلا محظوظين انه الحمد لله قدرت توصل لعنا على موريال ونقدر نحضرك، لانه اسم الله عندك تورنيه كبيره بقى. الحمد لله كان عندك هالمحطه بموريال، هيدا من حظنا. رامي انا بالبدايه بدي شوي هيك بس اعرف كمان عنك، انت اكيد جاي من عائله فنيه، بس كمان نخبر شوي كيف انت ابتديت مع بيك وبعدين كبرت لحتى تصير فنان كبير وتصير رامي خليفه الكبير يعني. بلشت مع بي يمكن بال 99، كان عمري 16. بس اضافه لجولات اللي بلشتها معه، كنت عم بدرس بالكونسرفاتوار البيانو بيرفورمانس، خاصه بنيويورك بجوليا سكول، و يعني كنت عم بدرس وكمان رفقه بجولاته، واعمل بلش اعمل حفلاتي انا الشخصيه كمان الخاصه. صح. فاكيد كان يعني تجربه كتير حلوه، يعني كان نوع من خبرة، أعطتني خبرة يعني من أنا وصغير واجه الجمهور، ويعني أقدر أعمل أفهم كيف السيستم، يعني الحفلات والسفر وكيف نسيطر على الخوف وعلى الستريس وعلى المسؤوليات. يعني أكيد يعني هالشغلة خلص صارت يعني هلأ قصة عادية لإلي، يعني يهمك لأنه خلص. صار لي فترة بعملها يعني. بس كل مرة بيكون شيء جديد ولحظة جديدة وإحساس جديد، وفعلا يعني هذا شيء كتير مهم لإلي، لأنه الفنان مسيرته يعني والهدف تبعه يوزع موسيقته ويخلي الناس تتمتع ويكون في هالأخذ والعطاء يعني مع الجمهور. صح. من هالناحية أنا كتير محظوظ، وهي يعني الهدية اللي الواحد بس يكون موسيقي يقدر يسافر ويقدم يقدمها موسيقته لجمهوره. ويفرجيها لجمهوره ويكتسب كمان جمهور جديد كمان. صح. هذا الشيء كتير مهم. Thank you.
اكيد هذا الشيء فعلا يعني اثبتته، لانه مثل ما عم نقول انه عم تعمل جولات كثير بامريكا، وين ما عم بتروح كمان، وهلا كمان كان عندك هالمحطه اللي نحن كان لنا الحظ، وان شاء الله يكون بدنا بعض محطات اكثر بكثير بعد بموريال، وبلبنان كمان اكيد ان شاء الله كمان بصير عندك وقفات كثيره بلبنان. بس فعلا هذا الشيء لما بنشوفه امبارح على المسرح كيف اشتغلت عليه، بنعرف اكيد انه انت بين جوليارد اكيد للميوزك، واخذت شهادتك من هونيك كمان بشغلك مع الفنان الكبير كمان يعني عبد الرحمن باشا، وقدرت تفوز حتى بجوائز عديده كمان وقت اللي كمان كنت معه، لانه فعلا في شغل خارج عن المالوف، يعني ما شيء بنشوفه على البيانو بس نشوف نحضر حدا، يعني بالعاده بنحضر اشياء كثير مزبوط بنحبها وبنغرم فيها، بس هذا الشيء شفناه it was out of this world literally. سو خبرنا كيف اشتغلت على حتى تطوير كل هالامور. انا بعتبر حالي مثل الطباخ، بحب هالالوزيون، يعني بجيب بكون بالمطبخ وبلش اطبخ على البيانو، البهارات بحطه مع بعضهم، بجيبه من كذا محلات، بحب الخلطات كلها وطلع شيء يعني بعدين كثير. سبع بهارات بتحط السبع بهارات مع بعضهم يعني اوقات؟ يعني اكثر كمان من بهارات يعني، وطلع بعدين شيء يطلع من هالشيء شيء كثير سبيسيال وشخصي بيرسونيل، لانه هذا الهدف انه ما ناس بس تسمع تعرف انه هذا شغلي انا. يعني يعني ما في واحد يكون بس هذا شغله، لانه كلنا متاثر بفنانين معينين وبشغلات يعني، بس اهم شيء واحد بعدين يوصل لللونجاج تبعه البيرسونيل، وهذا يمكن اكبر انجاز لإلي. بس الناس تجي تقول لي انه ها هذا الشيء سمعناه اول مره بنسمعه بحياتنا، مظبوط. يعني هون بحس انه عن جد وصلت لهم الرساله وعملت شيء عن جد بيشبهني وشخصي، ويمكن بس معي في يشوفوا هالشيء. فمن هالناحية أنا كتير كتير هذا الشيء كتير مهمني. هلا يعني أنا البيانو بستعمله كمان بطريقة كتير مختلفة، لأنه طبعا أنا درست الموسيقى الكلاسيكية وبقدر كتير الفن الكلاسيكي والباز الكلاسيكية اللي عطتني يعني المهارة والتكنيك وكل هالشغلات اللي مهمة. بس من انا وصغير يعني كثير بحب الف، كثير بحب ارتجل، بحس انه عندي شيء لإلي. يعني قد ما بحب العب لغيري بحس انه لا، الهدف بحياتي غير شيء، يعني لازم انا فرجي شغلاتي لإلي الشخصيه. فركزت على هالشيء يعني فعلا، انه هلا بحس يعني المسيره تبعيتي انه كون بالكرييشن بروسيس، كون عم بخلق شيء جديد كل مره بس اقدم حفله، واعمل شيء كثير خاص يعني، هذا اللي بيهمني. واستعمل البيانو بطريقه مختلفه كمان، يعني مثل ما سمعت امبارحه في كثير مرات بطل نسمع البيانو بصير نسمع غير الات، وهذا الشيء كمان كثير اشتغلت عليه. البيانو آلة كثير متعدده وكثير كومبلكس بالنهايه. بحب يعني واجه البيانو كاوركسترا، يعني بحب البيانو يكون مثل الاوركسترا عم تلعب معه. فعلا فعلا، يعني ماني بحاجه يكون مع موسيقى ثانيه، ماني بحاجه يكون مع موسيقى ثانيه. مظبوط مظبوط، هيدا الشيء الحلو كمان، يعني هلا نحن بنحس في عندك خجل حتى من اول ما بتفوت على المسرح، بنحس في عندك خجل حتى لما بتقعد على الكرسي العازف، اول ما بتبلش حتى بس دغري اول ما بتحط ايدك على البيانو بلش تعزف، فعلا بحس واحد حاله، بحس بحضورك وبتقلك معملك، بس بالاول اول ما بتفوت بتكون واحد هيك حاسك هيك خجلان، انت شخص خجول حتى لما وقفت بالاخر وحييت جمهورك كمان شخص كثير خجول، ببين انه انت قديش هيك بتستحي وقديش شخص فعلا هيك يعني حتى بيخجل حتى من نجاح، لما بيسمع الفيدباك الحلو امبارح من كل الناس اللي وقفوا بس لظهرنا وطاير عقلهم كلهم، يعني بقى كمان هيدا الشيء يعني مش سهل واحد هالقد يقدر يكسر هيدي الخجل اللي عنده، يقدر يفرض حاله هالقد، يعني بس يصير على البيانو خلص
بصير الطباخ بفوت كل شيء، بينسى كل شيء، وبصير حاسس حاله انه هو الطباخ، حاطط البيانو تبعه ونازل بهالطنجره تبعيته عم ذا موشن اوف ذا اوشن، بنشوفها شخصيا طالعه من رامي مش من الفيلم. وهذا الشيء فعلا كثير ملفت، قديش بياخذك وقت هذا الشيء لحتى تشتغل عليه؟ الفيلم لانه هو ما فيه سيناريو، ما فيه صوت، فهي الموسيقى لازم تعبي الاسباس كله، يعني كله صحيح في الصوره بس هي السيناريو والقصه الموسيقى بتعطيها. اكيد. الايماج هي سوبور على الموسيقى، بس الموسيقى هي اون فيت برانسيبالمون، يعني هي اللي بتوجهنا، تاخذنا صحيح، هي اللي بتمشي معه كله للمحلات للفيلم. اللي بنروح عليها. فمشان هيك منا بس موسيقى، هي سيناريو، هي قصه، هي مثل ما بدك انت تفسريها يعني. وترجع على نقطه الخجل، ايه مزبوط، انا عندي خجل، بس كون على المسرح ما بعمل افار، يعني كون بحس حالي مثل الاسد بصير على المسرح، مظبوط. يعني بحس حالي عن جد بالاليمون تبعولي، ما في، ما يعني ما بعمل هالافار، يعني خلص بحس حالي عن جد هذا العالم تبعولي، خلص هذا الملك تبعك، هذا خلص المملكة تبعي. ها هي وبس، يعني عندي هالسيطرة إذا بدك، لأنه في هالخبرة ولأنه يمكن اشتغلت لحالي، وبس كون يعني مأكد من البروجرام تبعولي والشيء اللي بعمله، بيجي بكونفيونس، يعني أهم شيء يكون في كونفيونس، يعني يكون عندي سيطرة على نفسي، وبعرف الرسالة اللي بدي أعطيها للجمهور، يعني ما بتفرق معي بالنهاية، ما بتفرق معي شو الناس رح تحكي، لأنه أنا كثير عندي فكرتي بدي أوصلها، يعني هالفكرة خلص بتكون بالراس، وما بيهمني ردود الفعل، بعرف إنه هذه الرسالة الصحيحة اللي أنا لازم أوجهها. صحيح. فمن هالمبدأ بس أوصل وأقدم شيء بثقة وبحقيقة، بفتكر الناس تفهم وبتقدر تتلقى هالمساج، لأنه بتعرف إنه اللي عم بعمله مش منه شيء فيك، شيء حقيقي فعلا. صحيح صحيح، هذا الشيء 100% واضح كثير كثير بقلب، بين كمان يعني شغلك ان باراليل مع الفيديو، يعني الفيديو امبارح اللي كان معروض على المسرح ثلاث ارباع تقريبا الكونسرت اللي هو لوست ريتيرن تو بيروت، وهذا اللي كان فيه تكريم لبيروت، بنفس الوقت احلى شيء كمان كان فيه انه كمان كان فيه بدايه مع والدك الله يطول بعمره الفنان العظيم كمان مارسيل خليفه، لما كان عم بيغني كمان بين ريتا وعيوني بندقيه، يعني بنشوف كمان قديش في الحديث عن الحرب الاهليه كمان، والحديث عن المشاكل اللي قطع فيها لبنان واللي بعده عم يقطع فيها لبنان كمان بكل المجالات، انما ايضا كمان لما بنشوف كيف تعمل الكريشندو، يعني انت عم بتطلع بصير بيطلع الكريشندو دغري دغري، لما بيكون في امور عم بتشوفها انه فعلا امور هيك حاده او مزعجه زياده، لما بتصير بتخبط على باجرك على الارض، ولما بتصير حتى بالبيانو بتشوفك منفعل منفعل منفعل، يعني انا شفتك بس تخلصت الكونسبت كنت عم تزرب مي، يعني بكون عندك هالانفعال يعني كله فعلا، قديش تعيش ان باراليل مع الفيديو، يعني رياضه تقريبا، يعني نوع من عشان الرياضه، رياضه يعني بدي يكون عندي بريباراسيون فيزيك كثير 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 قويه، وبعمل رياضه كثير انا تكون عندي هال 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 اذا بدك هال يكون عندي هال هال القدره اعمل هالشيء، لانه مش بس هي يعني مونتال القصه، كثير فيزيك، يعني أكيد. كان عندي اوجاع حتى امبارح قبل الحفله، لكن عندي حفلتين قبل، وكنت عم بحس بوجع بالعظم شوي بايدي، خفت شوي انا بعمل الساوند تشيك امبارح، بيصير معي هيك، بصير فيه لانه مثل ما شفت كثير فيزيك، يعني وفي كثير من الاول للاخر التنسيون ماكسيمال، يعني ما في واحد، ما في ما بنقشط، يعني بنضلنا واقفين على الماكسيموم، فهذا شيء بده كثير جهد يعني فيزيك،
عن جسدي. جد يعني كأنك رياضي عم تلعب ماتش وعم تلعب بيانو، يعني هي بس باثنين هي مع يعني بعض. هو البيانو نوع من الحرب بيني وبين البيانو، اذا بدك نوع من حرب، نوع من صراع، وبجد شيء نوع من كمان علاقه كثير حميمه وفيها حب بمحلات الرايقه وهالشغلات كلها، كمان فيها النعومه، بس في كمان كثير محلات فيها الصراع القوي مع الآلة. كمان هون مشاركتك كمان امبارح يعني فعلا كانت كتير مميزه بالفستيفال يمود اغاب، يعني بالاديشن 23 انت كنت كمان الفنان اللبناني الوحيد كمان اللي مشارك بالفستيفال، وقدرت تقوم بالحمل وزياده وفعلا ترفع راس لبنان يعني بمشاركتك ايضا بهالفستيفال اللي كلنا بنعشقه وتعودنا عليه وصرنا بنحبه كتير وبنتابعه من اديشن لاديشن. فكمان قديش كان كمان حضورك، قديش كان فعلا موجود لحتى يقدر يثبت ايضا حضور فنان لبناني بهالشكل الكتير قوي وكتير كبير ويقدر يعني يفوت وعن جد يفرجي قيمه الفنان اللبناني قديش كبيره. يعني انا بحب اشكر جوزيف نخلي طبعا والكل الفستيفال، يعني انت صديق العزيز كثير جوزيف نخلي، وهذا عن جد فعلا للكونفيونس تبعيته للجرأة كمان يقدر يعمل بروجراماسيون لهيك شوز وايفنتس اللي هن شوي برات البوكس، يعني برات اللي اجمالا الناس معودت له. فانا يعني هالجرأة بحبها وبحييه لهالشيء وكل احترامي عن جد. وبالنهاية شفنا انه كمان من الشغلات فيها تكون بسيطة اكثر، يعني حتى بهيك بروجرام شوي يمكن بالمبدأ يمكن ما يكون سهل هيك او بروميير ابور مثل ما بدك تقوليها، يعني فاهمها بالطريقة. بفتكر يعني الناس بتفهم، يعني بس شوف يعني مثل ما قلت هالانرجي كلها وهالبيسانس اللي موجودة، ويعني ما بفتكر في حدا كان زعلان امبارحه، يعني او كونترير، أبدا يعني كل الاعمار حتى من الصغار للكبار، يعني في حسيت عن جد عشق وهيك الناس جعبالها شغلات جديده وكون عندها نظره للمستقبل كمان، وهذا أكيد. الشيء إحنا عطينا بيعطيني همك شويه لأنه كمان إيه؟ اوبتيميزم. يعني نحن كمان يعني حسينا هالقد متخدين بالكونسرت حاليا، حسينا انه هي بدنا بعد، بس كمان نفس الوقت نعرف قديش هذا الكونسرت بتعب وبياخذ منك استهلاك لا طاقه لا، كثير كثير ساعة كبير. وعشر دقايق صدقيني هذول طيب يكون مظبوط، ما فينا بالضبط نتحمل أكثر، حتى أنا بعد ما فيني بيعملون أتحمل على أكثر. بالضبط اذا واحد بيعملون على التريدميل ما بيقدر يكفيهم بقى عن جد. لا لا، هذه نحن عم هو نعمل مجهود الكونسير قصير لأنه كثير انتونس، يعني ايه كثير مش هيك كثير انتونس فقصير بالديوري تبعيته، بس ما هي هالدوريشن اللي بيتحمله الواحد. وهون كمان بالنسبه للفيلم كمان لحتى كمان نوضح اكثر عن الفيلم، كان في مشاركه لكثير اشخاص كمان بقلب الفيلم، حتى بالنسبه للاخراج كمان كان مخرج فرنسي للفيلم فرانسوا رافا روسو روسو كمان، والانتاج كان يعني اكيد يعني الكومبوزيشن وكل هدول القصص اكيد رامي خليفه، برودكشن كان فيها كمان كان فيها مارسيل خليفه ايضا بالبرودكشن، وايضا ظهر كمان مثل ما قلنا بالبدايه بالفيلم بالغنيه، وبعدين بيرجع بيظهر هيك كمان كشخص بيظهر بقلب الجامعات يعني مع جامعه بلبنان. فايضا كمان هون وفي كمان شكر كبير لجمال السعيدي كمان اللي اعطاك صور كثير حلوه رائعه عن رائعة. الحرب الاهليه. فعلا هون انا يعني كنا عم نحكي قبل شوي انا وياك قديش فظيعه الصور وقديش معبره.
ايه انا هالمرحله كثير انا مجرب ما بطلع الصور انا وعم بلعب، لانه بحس حالي دغري بغص بشوف هالصور، يعني في بضل بتطلع من تاني ميل، لانه عن ايه جد بصير هيك كانه يعني بنرجع نعمل ريمايند لكل شيء اللي عشناه. ايه ايه وبيسائب هل المحل هذا بس نشوف صوره لعماد لجمال. بكون عم بغني انا كمان، ما بغني كثير بالحفله، بس عندي مزبوط، ما مثلا في بغني فيها، فعلا. عندي هيك نوع من فوكاليز، وكمان هيك نوع من بريك يعني بالحفله، نوع من اوف هيك كل شيء بيفلت، كانه خلص يعني فينا نستسلم شوي بهالمحل. فبحسه كثير هيك هاللحظه كثير سبيشل لإلي، يعني اكيد جمال ودى الفيلم لمحل كثير عالي وكثير بعيد يعني وبيشتغلوا فعلا كثير. فرجة قديش للاسف شديد، مثل ما انت قلت، يعني الايام البشعه اللي ما بتتذكر، يعني واحد عن جد مور تنذكر ما تنعاد، هالايام البشعه والتهجير والقرف والمخيمات والوجع والرصاص والكلاشينات. يعني حتى بنشوف بعض الصور اللي فيهم نوع من الساركازم، يعني كمان واحد بفكر انه هذا شيء مش طبيعي، واحد حامل الجيتار، حامل العود بايده، والكلاشن بايده الثانيه، والثاني اللي حامل الويتس عم يرفعهم، ووراه دغري اللي حامل الكلاشن وراه. انه في صور هالقد مأذية، وفي صور هالقد يعني عن جد مخزي، زي ما بيقولوا عن جد ساركاستيك، فيها مسخرة، يعني عن جد مش طبيعي. ايه يعني ما هو بنشوف قد ايه الحرب بقلب معنا، يعني وقد ايه الحرب ما بتودي عن جد لمحل، بلا، عن جد بلا هون معنى بنفهم فعلا. يعني بنفهم قد ايه الانسان في يكون عنده وهم براسه، بس يعني هالشغلات يعني ما فادت لشيء وما ودت لمحل. هالخليط اللي عملته بقلب الفيلم كمان، كيف تم اختياره كمان؟ ايه عم جرب يعني شوي احكي عن الشغلات اللي بحبها انا والشغلات اللي موجوده بلبنان والناس اللي عم تعيشها بلبنان، يعني القصص اللي عم تعيشها العالم بلبنان، يعني اللاجئين صورنا بمخيمات صبرا وشتيلة، وصورنا بمخيم فوق بالبقاع، مخيم سوري، وواحد صبرا وشتيلة مخيم فلسطيني. هولي يعني صورنا قصتهم، يعني انا بس رحت طلعت لفوق وشفت هالولاد فوق، تذكرت حالي انا كلاجئ بس تركت مع اهلي بال89، كان 2 سنين رحت على فرنسا، مش بذات الكونديسيون، انا ما رحت على خيمه، يعني رحت كان عندنا بيت يعني كمان، صحيح، ما هو هيك صحيح. بس هن قصتهم مثل قصتي، يعني بس شفت الحزن تبعول هالولاد تذكرت انا الحزن تبعولي انا، ويعني قصتهم والدستار تبعولي، يمكن يعني قدرت اعمل باراليل اذا بدك بين قصتهم وقصتي. كمان الطبيعه كان جزء كثير مهم لإلي، يعني الطبيعه كثير بتمثل لي شغلات مهمه وكثير بتغذي موسيقتي وتغذيني انا كشخص، كنت حبه لطبيعته، لبحر تبعوله، لجبل تبعوله، لكل هالمناطق اللي كانت تعطيني سلام. هلا للاسف البحر بلد صار رائع، فعلا بلد رائع، يعني عن بلد جد رائع، هلا هلا بلد رائع، هلا بس البحر صار لو ما متلوث. نعم لو ما هالحكم، هيدا المصيبة، يعني اللي في وقت اللي يعني كل هالأشخاص اللي يعني اللي تيلو، يعني إن كان الأشخاص اللي هجروا الأشخاص من بلادهم، أو إن كان الأشخاص كمان اللي حكموا البلد هن من قلب بلادهم، كمان قديش خربوا فيه لهالبلد. يعني بس هو بلد ما في شك إنه بيطير العقل، وكلنا بنعتبر حالنا تهجرنا، ما حدا في منا هاجر طبعا، يعني ما هاجر لأنه جاع باله، كلنا تهجرنا أكيد بسبب هدول المشاكل اللي عم بتصير أكيد أكيد. لغاية اليوم، لغاية اليوم. ومشان هيك صورت جمال لبنان، بس بشاعة لبنان كمان، صورت الزبالة على الطريق، صورت قلة الاحترام، صورت كيف بيعاملوا هالبلد، كيف ما بيستاهلوا هالبلد هول اللي عم يحكموا فوق تحت، يعني صح، ولا حدا بيستاهل هالحكام، ولا حدا منهم بيستاهل هالبلد، لانه بس واحد عنده جوهره مثل لبنان، وبصير مثل لبنان مثل ما بنشوفه، ما فينا نسكت، ما فينا نسكت ابدا ابدا، ما فينا نسكت، صحيح ابدا ابدا، وهذا شيء كثير صحيح. وهذا مثل مانيفيس بوليتيك بالنهايه هالفيلم، لإلي يعني ما فيه جوجمون اذا بدك، لما شفنا النوع بنزل اقول هيك لازم يكون وهيك لازم يصير، بس حبيت كمان فرجي الشغلات اللي مرات الناس ما
ما بتحب تفرجيها لانه بدهم يعطوا هالصوره سوري بس تبعوا على لبنان اساس الحلوه اللي هي موجوده كمان، السيدة بس تروفي لا انا ما بتاتاكي فيني غمض عيوني على الشالات لا ريسبيراسيون اللي ا منا تافير ظابطه باسكو كمان، الشالات اوموا بوكو سا اللي دون لو خربانه طون 100%. مودرن اكيد وحبيت كمان، الفرنزي وحبيت كمان ستريس دونك سي بو فرجي هول ديفيكولتي العالم كلك اللي شوز عايشين تحت، سبا كونسيدر هالشباب كلها بوليتيك دو اللي بريسيون عندهم دو تري بون يمكن كونتري ما فيهم يسافروا اي لاسباب جو بونس كو مختلفه، ريلاسيون بس اللي عندهم كمان طموح، طموح تبعولهم واحلامهم وفنونهم وجنونهم وحبهم كل هالشغلات. يعني حبيت كمان اعطيهم هالمجال يكونوا موجودين ويعبروا ويخلوا هن كمان هالبلد شوي يعني فيه شوية نور يعني. وبشكرهم من كل قلبي كمان كلهم اللي ساهموا لهالبروجيه كله. اكيد اكيد فعلا هذا الشيء كثير كثير ملفت. وهون كمان بدنا نقول شغله، يعني انه كل الفيلم متصور بلبنان، يعني بين المخيمات الفلسطينيه والمخيمات السوريه، يعني كمان لانه في حيط عالي كثير كثير كبير وقتها. الحيط الكبير عم تحكي عن الحيط الحدود. طب هون كمان بدنا نحكي عن المشاريع المقبله. في مشروع هلا قلت لي قبل ما نبلش تصوير عنه، مشروع صرنا كلنا بانتظاره بشغف بشغف، خلينا نحكي شوي عنه ونخبر الناس شو ناطرهم قريبا ان شاء الله مع بيك. مع بي عندي عم نعمل كم حفلات دوو انا وياه، انا على البيانو وهو على العود، ما في حدا بعده بس انا وياه على المسرح. وعملنا حفلة ببلجيكا من شي شهرين، وهلا عنا حفلة بسيدني بالأوبرا هاوس، وهلا عم بيجوا يعملوا رينوفيشن لها، فلعيد الخمسين استضافونا نعمل حفلة تحت. وإن شاء الله يعني عم نشتغل على كم ايفنتس هيك مرتبين وحلوين نقدمهم للعالم، مع بروجي جديد مع مؤلفات مشتركة بيني وبينه، ويعني بين القديم والجديد، بين الماضي والمستقبل. نحن كمان لانه مثل ما قلت انت قريبين ضمن اطار عائله فنيه، يعني حتى اول ما بلشت على المسرح وقتها مع بيك كنت انت وخيك، يعني انت يعني عم تلعب مع بيك الى جانبه، وايضا خيك على البركشن كمان وقتها كان بالحفلات. يعني خيك هلا بعده عم يشتغل شيء فني ولا لا؟ خلص ايه بعده بعده عم يشتغل اشياء فنيه، بس اكيد هون بدنا نقول ما في شك انه الحمد لله عائله فنيه بامتياز وكملت المسيره بقوه كثير. بقى فعلا نحن كثير فخورين باللي انت عم تعمله، ويعطيك الف عافيه وبرافو كثير فعلا، تحيه من القلب وشابو حتى كمان، لانه فعلا العمل اللي عملته ما هم شايفينه من قبل، وان شاء الله بدلك هيك، بدلك بتطور دائم، وبدلك دائما اوت اوف ذس وورلد، يعني دائما خارج المنافسه عن الاشياء الثانيه. سو هذا الشيء فعلا نحن نتمنى نحضرك كمان اكثر واكثر بلبنان، ان شاء الله عنده لبنان حصه ان شاء الله قريبا، ان شاء الله تكون الوضع شوي اضبط ونعمل يعني لبنان مع مشاكله كلها. مرات الواحد يعني بده يلاقي التايمينج المضبوط للشخص، بس بدون شك يعني لبنان على الليستة، يعني بس يكون في مجال نقدم شيء تحت رح نقدم. اكيد اكيد هذا الشيء دائما بيكون بانتظارك اكيد كل الجمهور اللبناني، وان شاء الله انا كمان بحضرك برجع بلبنان اكيد، لانه هذا الشيء اهلا وسهلا بكبر لنا قلبنا، ان كان لحالك او ان كان مثل ما قال بديوز اللي ممكن عم تعملهم مع بيك كمان، هو على العود وانت على البيانو. حلو حيكون هذا الميكس، لانه انت عندك كمان كثير السيستم الجديد، يعني كثير انت بروجريسيف، يعني كثير مختلف كليا عنه، سو حلو رح نشوف هذا الميلانج. المزيج حلو، الميكس انترستينج، يعني اكيد 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 ما في ادنى شك انه رح يكون كثير كثير انترستينج، اكيد هذا الشيء نحن بانتظاره. اهلا وسهلا فيك رامي خليفي، شكرا كثير كثير لك. شكرا لك، شكرا للاستضافه، وبتمنى لكم كل شيء منيح يعني للمستقبل. ونحن كمان هلا انت مقيم، فاذا مقيم بفرنسا مع زوجتك واولادك اثنين صح؟ انا مقيم باستراليا. باستراليا، لانه اخر شيء فكرت انك عايش بفرنسا. عشت فتره وهلا صار لي 4 سنين باستراليا. سو انت وعيلتك مع زوجتك واولادك اثنين باستراليا. اوكي، سو قلت كليا يعني خلص بعيد بوشني، كمان عم تبر كثير بالمنطقه هونيك، بس كمان مثل ما قلنا
حيضل بس عنده لا بس كثير في وقت حيضل بالطيارة يعني عم اتنقل كثير بالطيارات. ايه، ما هو هيك ولي يعني، هو واحد بضل كل وقت يلا شغال كل الوقت بالطياره، بس ما في شك حتى تكسب، يكسبك جمهورك وانت تكسب جمهور جديد مثل ما انت قلت. فاذا لحتى تحضروا هاللقاء مع الفنان رامي خليفه، اكيد دعيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لالي، وتفوتوا على غيدا مجذوب.com، وانا بشوفكم بلقاء جديد.